اللهم صل على محمد. الباب الأول اسمه العناصر الايه؟ الانتقالية يا هبل ممثلة في عينك. العناصر الايه؟ الانتقالية. هو مستر يعني ايه عناصر انتقالية؟ العناصر الانتقالية اللي هي عناصر الفئة F وعناصر الفئة دي. الفئة F والفئة ايه؟ الفئة F والفئة ايه يا جماعة؟ طيب هل اي F ودي عناصر انتقالية؟ قلنا لا. الفئة F بتنقسم لقسمين 4F و5F. 4F وايه يا جماعة؟ و4F اسمها لانسنيدات، وال5F اكتينيدات. طيب الدي بتنقسم لثلاثة لأربعة، ايه هما؟ ها يلا 3D 4D 5D 6D 4D 3D اسمها سلسلة أولى، ها سلسلة تانية، سلسلة تالتة، سلسلة رابعة. خلي بالك الاف اسمها انتقالية داخلية، الدي انتقالية ايه؟ رئيسية. يا حاج مالك يا ابني؟ ها مصطفى دي ايه؟ داخلية ودي رئيسية. طيب السلسلة الأولى اللي احنا هندرسها بالتفصيل تقع في الدورة الرابعة، يبقى يبدأ ظهور العناصر الانتقالية الرئيسية من الدورة الرابعة. يبقى رقم N، قيمة N، قيمة N لأول عنصر انتقالي 4. N للدورة التي تبدأ عندها العناصر الانتقالية كام؟ 4. طب السلسلة الثانية في الدورة الخامسة، الستة، السبعة، وهكذا، وكل واحدة معروف بتبدأ بإيه وبتنتهي بإيه. طب مستر هو العنصر الانتقالي ليه شروط؟ آه طبعًا. أول شرط في العنصر الانتقالي عشان نقول ده عنصر انتقالي ليه ثلاث شروط. قلنا رقم 1 2 3، واحد يكون العنصر الانتقالي فيه أوربيتالات الإف أو الدي مشغولة بالإلكترونات. مشغولة بإيه؟ بس الشرط الثاني تكون غير ممتلئة. ليه؟ لأن هي لو ممتلئة يبقى مش انتقالي، يبقى غير انتقالي. هل بصفة عامة؟ قال لك لا، في الحالة الذرية نبص عليها الأول وبعد كده المتأينة نبص عليها. يعني لو لقيت العنصر في الحالة الذرية أو المتأينة أيا كانت أي حالة منهم المستوى الفرعي دي غير ممتلئ، يبقى ده انتقالي وانت مغمض. طب كل حالاته دي ممتلئ سواء متأينة أو غير متأينة أو ذرية أو غيره، يبقى ده كده غير انتقالي. عشان كده قلنا ان عناصر المجموعة 1 بي عناصر المجموعة 2 بي. الله يرضى عليكم، دي مهمة. 1 بي قلنا عليها انتقالية، 2 بي غير انتقالية. طب ليه يا مستر؟ قال لك عشان عناصر ال 2 بي بصفة عامة في كل حالاتها المستوى الفرعي دي ممتلئ في كل الحالات. يعني ايه؟ يعني في الحالة الذرية، ها، والحالة اللي ايه يا حبايبي؟ يلا المتأينة، ماشي. لكن دي في حالة التأكسد موجب 2 وموجب 3 يكون المستوى الفرعي دي غير ممتلئ. معلش تاني كده، امتى نقول موجب 2 وامتى نقول موجب 3؟ موجب 2 في حاله النحاس وموجب 2 في حاله الذهب. عشان سؤال هنحله دلوقتي في اسئله الوزاره، لما اقول لسيادتك اقصى حاله تاكسد لعناصر المجموعه 1 بي موجب 3، وده سؤال جبناه قبل كده في امتحانات كتير، فاكرين؟ معظم الناس دول يا مستر ال1 بي مش زي النحاس 1 و2، 3 جت منين؟ ما هو 3 للذهب يا جماعه، معانا؟ فلما اقول لسيادتك في موجب 2 بيبقى دي 9، في موجب 3 بيبقى دي كام؟ 8. في كلتا الحالتين
العنصر الانتقالي بيبقى عنده المستوى الفرعي دي غير ممتلئ. طب ايه الحاله اللي بتثبت ان عناصر العمله عناصر انتقاليه؟ هل الحاله موجب واحد؟ لا، لان موجب واحد بيبقى دي 10، موجب 2 وموجب كام؟ 3. طب ما تيجي نشوف حالات التاكسد اسهل. صلوا على النبي. لما اقول لسيادتك انا عندي هنا سكانديا 21، سكانديوم كام؟ 21. تيتانيوم كام؟ 22. فناديوم، كروم، منجنيز، حديد، ها حديد، ها كوبالت، نيكل، نحاس، خرصين. الكروم كام؟ ده كام؟ ها ها، جميل، حلو جدا. طيب لما اقول لسيادتك السكانديوم توزيعه ايه والتيتانيوم ايه والفناديوم ايه والكروم والمنجنيز والحديد والكوبالت والنيكل والنحاس والخرص، تعال نوزع واحده واحده كده. يلا السكانديوم هتلاقيه 4s 2 3d 1، هنا 4s 2 3d 2، هنا 4s 2 3d 3، هنا 4s 2 3 دي 4 يا مستر، لا هنا 1 5، عشان المستوى الفرعي دي يبقى تم نصفه ممتلئ، فتبقى الذره اكثر استقرارا. صعب الكلام ده؟ طيب هنا يلا المنجنيز والحديد والحاجات دي كلها هيبدا الازدواج صح؟ لا يا مستر، المنجنيز 4s 1 3 دي 5 صح الكلام ده؟ لا يا مستر 4s 2. ماشي، الله يرضى عليكم، الناس كلها بتلخبط ما بين الاثنين دول، 5 و5 اه، بس ده s 1 ده s كام؟ 2. هنا يلا 4s2 3d6، هنا ها 4s2 3d7، ها 4s2 3d8، 4s1 3d9. ليه 10؟ ليه؟ عشان ده لما بيبقى واحد نصفه ممتلئ وده تم الامتلاء بتبقى الذره اكثر استقرارا. طب هنا يلا الخرصين، ها 4s2 3d10، ماشي جميل حلو قوي. اول سؤال شذوذ التركيب الالكتروني للكروم والنحاس عن مبدا البناء التصاعدي، لان المستوى الفرعي دي لما بيبقى نصفه ممتلئ او تم الامتلاء بتبقى الذره اكثر استقرارا. تبقى الذره ايه؟ تبقى الذره ايه يا جماعه؟ يلا اكثر استقرارا. حلو جدا. طب بص كده الحته اللي جايه دي، ده بيفقد ايه؟ قلنا تتميز عناصر عناصر السلسله الاولى بتعدد حالات التاكسد او بصفه عامه العناصر الانتقاليه، عشان الالكترونات بتخرج من الفور اس الاول عشان هو ابعد عن النواه عشان هو الخارجي، ثم الثري دي بالتتابع يعني ورا بعض. يعني ده مستر هيدي موجب 2 اه، بعد كده يفقد واحد من دي بقى موجب 3، بعد كده موجب 4، ده بيدي موجب 3 على طول. ده الناس فاكرة معايا؟ يلا 2 3 ها 4 ها 5. طب امتى بيدي اقصى حالة؟ لما يفقد الاثنين والثلاثة، يعني كل اللي عنده في الاس والدي اهو نفس الوضع. طب هنا 2 3 4 ها 5 6، يبقى اقصى حالة للكروم 6. طب المنجنيز 2 3 4 5 6 7. طب هنا يلا 2 3 4 ها 5 6 7. يا مستر 7 فين؟ جميل. طب اقول لكم معلومه بقى لله، هو احنا قلنا الحديد يدي 2 و3 و4 و5 و6؟ كتاب المدرسه بيقول لك 2 و3 و4 وشكرا صح، او 2 و3 و6. احنا بناخد كل الحالات المحتمله، لكن هو بيتكلم عن الشائعه عن الموجوده. طب هنا 2 3 4 ده كلام كتاب المدرسه برضه، هل ما بيديش 5؟ لا بيدي 5 بس في حالات معينه. طب هنا 2 و3 و4، طب ده كام؟ 1 و2، ده 2. لو سيادتك ركزت معايا هتلاقي اقصى حاله تاكسد وصل لها عنصر انتقالي موجب كام؟ 7 عند المنجنيز. طب حاله التاكسد هنا كام؟ موجب 3، بتزيد صح ولا لا؟ وترجع تقل وترجع ايه يا جماعه؟ يلا جميل. طب لما ترجع تقل هتوصل لايه؟ هتوصل لهنا بعد كده اهو اهو،
طيب ادي اول شكل عندنا، اول شكل بياني اللي هو ايه؟ يلا لما اقول لك هنا العلاقه البيانيه اهي بين العدد الذري واعداد التاكسد، تقول لي هنا العدد الذري وهنا ها عدد الايه التاكسد. هتبص سيادتك تلاقي عدد التاكسد بدا بتلاتة اهو، زاد حد ما وصل للمنجنيز اقصى حاجه، بعد كده نزل اهو كده ماشي. اقصى حاله هنا اللي هي المنجنيز، مفهوم؟ طيب في حالات يا مستر كنت بتقول عليها الحاله الشائعه، اه اللي هي ايه؟ 3 3 4 5 3 4 3 والباقي اتنينات، ما شاء الله عليكم، الله اكبر. طب المجموعه دي 3 بي والمجموعة دي 4B ودي 5B ها 6B ها 7B، التامنة بتضم كم صف؟ يلا 3 1B 2B. وقلنا في اسم لاتيني، ترقيم لاتيني، وده اللي بيجي في الامتحان كتير، اللي هو ايه؟ اللي هو بيعتبر ده كده 3B يعمل لك 3I كده B اللي هو تريبل، ها هنا V كده قبلها I 5 في بس 6 يبقى في جنبها اي 7 في جنبها كم اي 2 اي 8 في جنبها 3 وما بتاخدش رمز البي هنا 1 بي بتبقى اي بي كده هنا طب الاي بي كده وطبعا كل مجموعه منهم لها ترقيم حديث اللي هو ها دي رقمها 3 صح ولا لا دي رقمها 4 دي 5 دي 6 دي 7 8 9 10 عشان 3 صفوف 11 12 جميل. الحاجات دي كلها اساسيات امتحان تيجي في الامتحان. ما احنا قلنا 1 بي و 2 بي 11 و 12 1 و 2 في الاول اللي هو 1 اي و 2 اي بعد كده 3 اي بتبقى 13 14 لحد 18 اللي هي الصفريه. طيب هنا بقى لما نيجي نخش على اقصى حاله تاكسد لعنصر انتقالي في السلسله الاولى توجد في عنصر الايه المنجنيز، طب من المجموعه 3B حتى المجموعه 7B بتفقد كل الكترونات الاس والدي. يجي سؤال في الامتحان يقول لي سيادتك كده اقصى ها حاله تاكسد لعنصر انتقالي من 3B وحتى 7B تتحقق عند فقد نقط. قال لك عند فقد جميع الكترونات المستويين تقول له ايه؟ يلا ان اس ان ناقص واحد دي يا مستر مش فاهم دي، ما هو الصيغه العامه ان اس من 1 الى 2 ان ناقص 1 دي من 1 الى 10، ايه دي يا مستر دي؟ دي اسمها حبايبي الصيغه العامه للعناصر الانتقاليه. الصيغه العامه لايه يا جماعه؟ يلا. طب احنا قلنا المجموعه 3B ها هتبقى ايه؟ ان اس 2 ان ناقص 1 دي 1، ان اس 2 ان ناقص دي ان ناقص 1 دي كام؟ 2، ان اس 2 ان ناقص 1 دي كام؟ 3، هنا ان اس 1 ان ناقص 1 دي 5، الاخير ان اس 2 ان ناقص 1 دي 10. طب اللي قبل الاخير ان اس 1 ان ناقص 1 دي كام؟ يبقى نفس التوزيع ده بس بدل 4 اس هتحط ان اس وبدل 3 دي هتحط ان ناقص 1 دي. لما يجي يسالك عن مجموعه بصفه عامه او صف بصفه عامه ماشي. طيب السؤال الاهم هنا بقى يا مستر العلاقة ما بين عدد الإلكترونات المفردة والعدد الذري في عناصر السلسلة الأولى، هنا عدد الإلكترونات المفردة وهنا العدد الذري، هتقول لي إيه؟ هتقول لي العلاقة هنا عدد الإلكترونات المفردة في السكنديوم كان 1 في الدي صح؟ هنا 2 3 هنا بقوا 6 يبقى زادت بعد كده رجعت قلت.
طبعا لما احط هنا كده كل الناس هتقول لي منجنيز، لا هنا كروم، لان الكروم عنده كام؟ 6، 1 في الاس و5 في الدي. ماشي. طيب ماشي جميل. عنصر في السلسله الانتقاليه الاولى بيدي حاله تاكسد واحده، تقول لي سكنديوم وخرصين. طب لو قال عنصر انتقالي يبقى الخرصين لا، سكنديوم بس. طب عنصر في السلسله الاولى يعطي اقل حاله تاكسد، النحاس، صح ولا لا؟ عنصر في السلسله الاولى لا يعطي حاله تاكسد موجب 2، يبقى سكنديوم. ماشي يا جماعه. لو انت خدت بالك في التوزيع ده، اعداد التاكسد دي، هتلاقي اولا ملاحظات على التوزيع، العنصر الوحيد اللي عنده 4 الكترونات مفرده في الحاله الذريه هو الحديد. هو ليه؟ ليه؟ مش كان المفروض يبقى الكروم كمان؟ ما هو هنا في واحد مفرد، هنا 2، هنا 3، المفروض ده يبقى في 4، صح؟ عشان واحد من هنا راح هنا. العنصر الوحيد اللي عنده 6 مفرد هو الكروم. الوحيد اللي عنده 6 مفرد هو الايه؟ طيب العنصر الوحيد اللي عنده 4 مفرد هو الايه؟ الحديد. طب لو قلت عنصر عنده الكترون مفرد، عندك سكنديوم صحيح، وعندك نحاس. 2 مفرد، عندك تيتانيوم وعندك تيتانيوم وعندك نيكل. 3 مفرد، عندي الفانديوم وعندي الكوبالت. معانا يا جماعه ولا لا؟ فلما يجي في الامتحان يقول لك عنصر في السلسله الاولى يحتوي على 4 الكترونات مفرده يبقى الحديد. ماشي؟ العزم لسه هقوله حالا. طب نخش بعد كده على الخواص العامه لعناصر السلسله الاولى. خواص الايه؟ العامه. أول حاجة عندنا لما أتكلم عن كتلة ذرية، وطالما أتكلمت عن كتلة إلزق فيها على طول كثافة. السبورة ولا يا جماعة؟ الكثافة. هنا الكتلة الذرية، هنا الكثافة، هنا العدد الذري، العدد الذري. ماشي. هتلاقي الكتلة بتزيد اهو، بس هنا في فسفوسة. ايه الفسفوسة دي يا مستر؟ عشان نيكل ليه خمس نظائر مستقرة، كتلة الذرية ليهم متوسطهم كام؟ 58.7. طب الكثافة بتزيد كده، ماشي، ما فيهاش شذوذ، ماشي جميل. طب لما نيجي نتكلم عن نصف القطر، تلاقي المنظر ده مهم جدا جدا، المنظر ده كده مهم بغباوة. أولا هنا نصف القطر وهنا العدد الذري. هو نصف القطر بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على الشحنة الفعالة. يعني الشحنة الفعالة؟ الشحنة الفعالة اللي هي شحنة النواة الفعلية اللي بيتأثر بها إلكترون في ذرة معينة. يعني مثلا ذرة صوديوم 2.8.3، 2.8 قصدي 1، 2.8.1، النواة فيها موجب 11، صح؟ هل الشحنة دي كلها بتأثر على الإلكترون ده ولا جزء منها؟ لأن في شحنة بتروح هنا وفي هنا وفي هنا وفي هنا وهكذا. فالشحنة الفعالة كل ما نمشي كده بتزيد. بتيجي يا جماعة بتزيد. فاحنا بنقول هنا في البداية نصف القطر ده كده بيبدأ يقل لحد ما نلاقي عدد الإلكترونات زاد جدا، وعدد الإلكترونات لما يزيد في الدي التنافر هيبقى إيه؟ أكبر. لما التنافر يزيد نصف القطر يزيد. يعني معنى كده مستر إن هنا نصف، من أول هنا نصف القطر هيزيد؟ لا، هيثبت. الله، أنت مش لسه قايل يا مستر هيزيد؟ أقول لك أنا بقى، من أول هنا كده وده الكروم لحد النحاس بيحصل ثبات نسبي. ثبات يا جماعة؟ يلا. لكن هنا بيقل. طب ليه يا مستر هنا بيحصل ثبات نسبي وهنا بيقل؟ هتقول لي هنا بيحصل بيقل عشان شحنة النواة الفعالة أكبر من قوة التنافر. أكبر من قوة؟ يعني قوة التنافر الناتجة عن الإلكترونات أقل من قوة الجذب الناتجة عن الشحنة الفعالة. طب هنا بقى قال لك الشحنة الفعالة تساوي التنافر، ودول القوتين اللي قد بعض، لان من اول هنا
يقع العنصر تحت تأثير قوتين متساويتين في المقدار ومتضادتين في الاتجاه، اللي هم ايه بقى؟ يلا، شحنة التناول الفعالة بتقلل نصف القطر، بتزود قوة الجذب فيقل نصف القطر، والالكترونات في الدي بيزود التنافر فيزود نصف القطر. مفهوم؟ ممكن يجيب لك سؤال زي ده كده في الامتحان في الحتة دي، ويقول لك ايه في المرحلة ب اللي هي دي تتساوى نقط، فإن نقط الشحنة الفعالة بتساوي شحنة قوة التنافر، قوة الجذب الناتجة عن الشحنة الفعالة أكبر من قوة التنافر الناتجة عن الإلكترونات، وهكذا. هتقول له إيه؟ هنا في ثبات، يبقى الشحنة الفعالة تأثيرها بيعمل قوة جذب، صح؟ قوة الجذب الناتجة عن الشحنة الفعالة هنا تساوي قوة التنافر الناتجة عن زيادة عدد الإلكترونات. مفهوم؟ والعلماء استخدموا الحتة دي في إيه؟ في السبائك. طب بص بقى، بما إننا جبنا سيرة الشحنة الفعالة، الشحنة الفعالة بيترتب عليها قوة الجذب. قوة اللي يا جماعة؟ الله، الجذب. بيترتب عليها جهد التأيّن. طب هنا العدد الذري، كل ما نمشي كده قوة الجذب بتزيد، شحنة الفعالة بتزيد، فجهد التأيّن يزيد. عشان كده من أول من بعد المنجنيز كده أعداد التأكسد بتبدأ تقل، عشان الشحنة الفعالة ما بتزيد جامد، اللي بيحصل قوة الجذب بتزيد، فبيبقى صعب خروج الإلكترونات، فيبدأ عدد الإلكترونات اللي بتفقد يقل 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 لحد ما يوصل للآخر. عشان كده بنقول إن الشحنة الفعالة أهي ترضي مع العدد الذري، ترضي مع العدد الإيه؟ يعني لو لقيت عنصر عندك شحنته الفعالة كبيرة، يبقى قوة جذبه كبيرة، يبقى الجهد التأيّن بتاعه كبير، يبقى الكثافة بتاعته كبيرة. اوبا، مش احنا قلنا الشحنة الفعالة كده بتزيد مع العدد الذري، والكثافة كده بتزيد مع العدد الذري، يبقى اكبرهم كثافة اكبرهم شحنة فعالة، وربط ما بينهم السنة اللي فاتت في الامتحان. طيب ماشي. الخواص بقى يا مستر المغناطيسية، ايه الخواص المغناطيسية؟ المادة البارة والمادة الضاية. يعني ايه مادة بارة ومادة ضاية؟ بيقول لك ان المواد المغناطيسية نوعين، مادة بارا ماجنتيك ومادة ايه يلا؟ ها؟ ضايا ماجنتيك. قلنا كلمة بارا ماجنتيك يعني مادة تتجاذب مع المجال، ها، المغناطيسي اللي يا جماعة يلا الخارجي. ليه؟ ها؟ ليه يا جماعة يلا؟ لوجود الكترونات مفردة. طب هنا تتنافر مع المجال المغناطيسي الخارجي. ليه؟ قال لك لعدم وجود الكترونات مفردة. لعدم وجود الكترونات ايه؟ مفردة. جميل. هنا قلنا مثال زي الحديد مثلا Fe26، هنا قلنا مثال زي الخرصين Zn30. حلو. لو جيت توزع ده أرجون 18 4S3D، هنا 2 10، مفيش ولا واحد مفرد. هنا أرجون 18 4S2 3D6، هيبقى عنده 4 مفرد. 4 ايه؟ وكل إلكترون بيدور لوحده، بيدور في اتجاه، بيتولد حوالي مجال مغناطيسي يتجاذب مع المجال الخارجي. طب لما يبقى واحد لفوق وواحد لتحت عكس بعض، ايه اللي هيحصل؟ ده هيتولد حوالي مجال في اتجاه، وده في اتجاه تاني، فيلاشوا بعض. عشان كده اللي كل الكتروناته في حاله ازدواج بيتنافر مع المجال او بلا ينجذب، ها، للمجال المغناطيسي. ماشي. طب لما نيجي نقول المجال المغناطيسي او العزم المغناطيسي، هو ايه العزم ده؟ العزم قال لك بنعبر عنه بعدد الالكترونات المفرده. ليه يا مستر؟ قالك عشان هو بيتناسب طرديا مع عدد الالكترونات المفردة. كل ما زاد عدد الالكترونات المفردة المجال المغناطيسي زاد، التجاذب زاد، صح؟ فاحنا هنا بنقول العلاقة بين العزم المغناطيسي وعدد الالكترونات المفردة هتبقى علاقة طردية. علاقة ايه يا جماعة؟ كل ما زاد المفرد زاد العزم. طب العلاقة بين العزم المغناطيسي والعدد الذري لعناصر السلسلة الأولى،
هنا بقى مستر محتاجين نقف وقفة بسيطة. اشمعنى؟ عشان هنا هتقول لي مش هو بيتناسب مع عدد المفرد؟ اه طب ما المفرد كان بيزيد اهو ويرجع يقل، يبقى هيبدأ يزيد اهو. السكان دي مكان واحد زاد لحد ما وصلنا للكروم، بعد كده رجع نزل اهو. طب اكبر عزم عندنا كان الكروم. لحد هنا الناس فاهمة؟ ها قولي. كل ما هو وكل ما هو ثانية واحدة، كل ما هو بارا ملون وكل ما هو ها ضايع غير ملون. يعني استحالة تلاقي بارا غير ملون، واستحالة تلاقي ضايع غير. طب هنا بقى الملون ده الدي بيبقى من واحد إلى تسعة، هنا الدي صفر أو دي عشرة. قولي. عشان كده قلنا ان كل مركبات السكنديم غير ملونة وضاية، كل مركبات الخرصين برضو نفس الوضع. ليه؟ لان في كل الحالات ده ملوش غير حالة واحدة موجب ثلاثة، فبيبقى الدي صفر، صح ولا لا؟ ما عندوش في الدي حاجة اصلا، فيبقى غير ملون. دايما محاليل السكنديم، محاليل مركبات السكنديم دايما غير ملونة، محاليل مركبات الخرصين دايما برضو غير. يبقى اول ما نلاقي مركب فيه خرصين او سكنديم ويقول لك ملون ولا غير ملون، قول له غير ملون. تمام؟ قولي. لو النحاس الحاله ضايع، ضايع طبعا. اه طبعا ضايع غير ملون. ليه بقى؟ لانه احنا مش بقينا عشان هو دي 10 بس. احنا بنحسب الضايع والبارع على عدد الالكترونات المثبته اللي موجوده في الدي مش في الدي. لا لا لا، قصدي الملون والغير ملون. بصوا يا جماعه، الملون والغير ملون على الدي بس. ايوه. لكن البارع والضايع على كله. على والعزم برضه. اه. تمام؟ أنا هنا قلت لعدم وجود إلكترونات مفردة قلت في الدي؟ لا. هنا قلت لوجود إلكترونات مفردة قلت في الدي؟ لا. يبقى بصفة عامة. لكن في الملون والغير ملون إحنا أصلاً قلنا العناصر الإنتقالية مركباتها ملونة لوجود إلكترونات مفردة في المستوى الفرعي دي، أو بسبب الإمتلاء الجزئي للمستوى الفرعي دي من واحد لتسعة. يبقى الدي ليه؟ اشمعنى الدي مش الاس والبي؟ قلنا لان الكترونات الدي طاقه الضوء المرئي لما بتسقط عليها بتعمل لها اثاره تكفي لاثارتها، لكن الاس والبي ما تقدرش. مفهوم الكلام ده؟ ها صعب الكلام ده يا جماعه؟ امسح امسح ولا امسح؟ صفحه 24 صفحة 24 أول سؤال يلا أول سؤال بيقول لي من خلال إيه؟ ها؟ جميل. طائرات الميج المقاتلة ألف. اللي بعده العنصر الانتقالي المستخدم في زيادة شدة الإضاءة سكنديم. إضاءة سكنديم على طول. طب مش مكتوب عندنا سكنديم. طب مش من خواص السكنديم إن هو نادر الوجود؟ نادر الوجود في القشرة الأرضية، يبقى ألف برضه. معانا ولا إيه؟ اللي بعده يلا. كفاءة وشدة الإضاءة سكنديم، يبقى اس سي ها؟ اس سي اي 3. اللي بعده؟ لحادث، يبقى هيركب شرايح ومسامير صح؟ ايه اللي بيستخدم؟ تيتانيوم صح؟ اللي بعده تستخدم سبائك معينه في تصفيح الدروع. هو الايه؟ اشمعنى؟ بس كده؟ طب كملي كده، كملي ها؟ ها كملوا يا جماعه. تصفيح الايه؟ الدروع نظرا لمتانتها وايه؟ ومرونتها وقوتها. اي فلزات ها؟ الدورة الرابعة الآتية يوجد بنسب ها مئوية عالية في هذه السبائك التي تحتوي على ها يبقى تيتانيوم. اشمعنى بقى؟ هو أنا لما أجي ألبس درع مش لازم يبقى خفيف وفي نفس الوقت صلب وقوي؟ طب ما التيتانيوم من خواصه إن هو أصلب من الصلب وأقل منه كثافة،
أصلب من وأقل منه، يعني أخف من الصلب وأمتن منه أقوى منه، يبقى تيتانيوم. ماشي. اللي بعده الايه؟ أقل كثافة من الصلب، أقل كثافة من الصلب يعني أخف منه وأكثر صلابة منه، يبقى تيتانيوم برضه. وقية من الشمس، يبقى تي اي او 2 صح؟ يبقى تي اي او 2 ثاني اكسيد التانيوم اللي هو صن بلوك يا جماعه. اللي بعده في 2O5 في تحضير حمض الكبريتيك وايه وحمض البنزويك. لا هبر بوش الحديد. اللي بعده اللي بعده سؤال 9، جميع الايه الدورات التالية تحتوي على عناصر انتقالية ما عدا، هي الدورة الدورة العناصر الانتقالية بتبدأ من الدورة الكام؟ الرابعة، يبقى ما عدا الدورة الثالثة. اللي بعده احنا قلنا كل مش العناصر الانتقالية أربع سلاسل، يعني كل مجموعة مثلا 3 بي 4 بي 5 بي وهكذا فيها أربع عناصر، ما عدا المجموعة اللي كام اللي ما فيهاش أربعة التامنة لأن فيها ثلاث صفوف فيبقى فيها أكتر من أربعة، يبقى المجموعه الثامنه اللي هي في جنبها 3 اي. طيب السؤال اللي بعده رقم اجابه كده ج ب يا جماعه صح 11، التوزيع الالكتروني الخارجي لعناصر المجموعه 7 بي. اولا بص على السبوره كده 7 بي اهي اللي هي المجموعه السابعه، ها هتبقى 4 اس 2 3 دي 5 صح، حط مكان ال 4 ان ومكان ال 3 ان ناقص 1 بقت ان اس 2 ان ناقص 1 دي 5 عندكم. اللي بعده مجموعه 6 بي، فين المجموعه 6 بي اهي، يبقى ان اس 1 ان ناقص 1 دي 5 ها. اللي بعده التامنه، يبقى ان اس 2 ان ناقص 1 دي 6 او 7 او 8 من 6 ل 8 عندكم جيم ها. اللي بعده قبل الاخير يبقى ان اس 1 ان ناقص 1 دي 10 اللي هو ب. بعد كده جهاز طالما جاب لك سيره عظام يبقى تيتانيوم. سؤال رقم كام ده؟ الاسئله اللي بعد كده يلا اللي هي بتاعت ما قبل حد ماشي. واحد هنا بقى لازم نقف وقفه بسيطه غلط هقول لك اهو. واحنا بنوزع بنوزع ازاي؟ مش بنقول 6 اس 2 4 اف 5 دي اكمل بقى صح يا جماعه؟ طب مش انا كنت بحط بعد هنا 2 بحط هنا 1 الاول بعد كده املى في الاف من 1 لحد 14 كده اخر الكترون يا حبايبي داخل في الاف 14 يبقى سلسله اللانسينيدات. طب يا مستر امتى اقول سلسله ثالثه 5 دي؟ لو اكتر من واحد، يعني لو لقيت هنا 2 3 4 5 يبقى تقول لي سلسله ثالثه. معايا؟ فهمنا يا جماعه ولا لا؟ احنا بنجيب من اخر الكترون داخل، نركز في الحته دي، يبقى هنا سلسله اللانسينيدات. رقم كام بعد كده؟ 2 بيقول ايه؟ عدد العناصر الانتقاليه الموجوده في السلاسل الاولى والثانيه والثالثه، مش احنا قلنا المجموعه 2 بي غير انتقاليه؟ يبقى اصبح كل سلسله فيها 9، 3 في 9 ب 27. اللي هي ب. سؤال رقم سؤال رقم كام؟ خرصين وكادميوم وزئبق هيتشالوا. رقم 3 بيقول ايه؟ حلو قوي، مش العناصر المجموعه الثامنه؟ العناصر بتاعت المجموعه الثامنه؟ طب كل الناس هتبص على جيم هتقول لي يا مستر جيم 26 و27 و25 غلط. انا قلت 26 27 28. هو اللي حط السؤال صايع بدا ب 26 و27 عشان انت ما تكملش، لو واحد مش مركز هيقع دي غلط. طب بمبدا الاستبعاد هل 29 ينفع؟ ها هل 80 اللي هو الزئبق كان في المجموعه 2 بي ينفع؟ يبقى الاختيار ب. طب انا عايز اتاكد، مش سيبك من دي، انا عايز اتاكد ببساطه. خد ال 44 عندك وزعه هتلاقي كريبتون 36 5 اس 4 دي، مش هو 36 هنا و2
وستة 44. يبقى ده كده اللي هو ال 44 عندكم. طب مش 44 ده اوله دي 6؟ يبقى زي الحديد تحت الحديد، يبقى 6 45 44 45 46 عندكم، يبقى هو الاختيار ده، وكده اتاكدنا من الاجابه. اللي بعده عنصر غير الانتقالي الذي يدخل في صناعه الطائرات والمشروبات الغازيه. الالومنيوم صح. وبصوا من غير من هنا من غير ما تقرا باقي السؤال، قال لك الغير انتقالي الايه؟ هو عندك جايب لك ثلاثة انتقالي واحد ألمونيوم، يعني حتى ما جابش صوديوم معاه مثلا ولا مغنيسيوم ولا كده، جاب ألمونيوم بس. فأنت لو بتحل بمبدأ الاستبعاد اللي هو مبدأ البقر هتحل بيه عادي. اللي بعده. الألمونيوم يا جماعة الإجابة، عشان بس في ناس مش فاهمة برضه. اللي بعده. ماشي، سؤال رقم كام؟ خمسة. خمسة بيقول إيه؟ كل مما يأتي يدخل بصناعة الطلقات ما عدا كبريتات نحاس ثنائي. بيستخدم في المبيدات الحشرية والحاجات دي كلها. اللي بعده. التوجيه الالكتروني العنصر يقع في المجموعه 6 بي وفي السلسله الانتقاليه الثانيه. يبقى طيب ثانيه واحده بقى، سلسله انتقاليه ثانيه. سلسله انتقاليه ايه؟ ثانيه. يبقى بدل 4 اس هتبقى 5 اس. يبقى نقول له 5 اس. طب ثانيه بقى، المجموعه كام؟ بص على السبوره معايا، 6 بي اهي. يبقى بدل 5 اس هتبقى بدل 4 اس هتبقى 5 اس، وبدل 3 دي هتبقى 4 دي. يبقى دور عندك على 5S1 4D5. الاختيار ب يا جماعه، بس هيبقى 5S1 3D خليها 4D5. 3D خليها 4D بس. يبقى الاجابه ب، الاجابه باء، وبقى 5S1 وبدل 3D خليها 4D. ها 5. سؤال رقم كام؟ 7. ما التوزيع الالكتروني لعنصر اكس الدورة الرابعة والمجموعة 6B. نفس نفس الكلام اهو اهو، الدورة الرابعة يبقى 4S، المجموعة 6B يبقى D5، يبقى 4S1 5D 3D 4S1 3D 5. اللي بعده الإجابة جيم يا جماعة. 8. الأيونات التي لا يمكن الحصول عليها في الظروف العادية. الإجابة الإجابة هتبقى جيم. اشمعنى جيم؟ الالومنيوم ما بيديش غير موجب 3، تيتانيا ما بيديش موجب غير موجب 4، يعني ما بيديش اكتر من موجب 4، 5 ما تنفعش. الفناديوم بيدي اخره موجب 5، يبقى 6 ما تنفعش. يبقى الاجابه جيم. ما هو الباقي ما ينفعش، ده ما ينفعش. هنا بقى عندك المغنيسيوم ينفع، هو عايز كله. يا جماعه السؤال ده بيقول لي ايه اللي الثلاثه اللي ما ينفعوش خالص؟ سؤال سؤال ايه؟ تسعة. تسعة بيقول ايه؟ 3 دي 6 ارجون 18 3 دي 6. بص على السبوره. اولا الحديد هنا 26 2 6 صح؟ لو فقد الاثنين دول مش هيبقى 3 دي 6 صح؟ يبقى في الحاله دي كده حديد موجب 2 ينفع. طب كوبالت موجب 3 لو فقد الاثنين دول واحد من هنا بقى دي 6 صح؟ يبقى حديد موجب 2 اف اي موجب 2 وكوبالت موجب 3 اللي هو كام؟ رقم جيم صح. اللي بعده. التركيب الالكتروني الذي يعبر عن ايون لعنصر انتقالي. ايون عنصر انتقالي؟ يبقى الاس بصفر. طالما قال لي ايون عنصر انتقالي يبقى الاس بصفر. الاس بصفر. اللي هو الف. التوزيع الالكتروني الخارجي لعناصر الدوره العمود السادس. بص بقى معايا في الحته دي وركزوا فيها. هو ايه؟ لا عمود سادس في الدوره ولا سادس في السلسله؟ سادس في الجدول. طب ما هو سادس في الجدول يبقى هو حسب 1 ايه و2 ايه، يبقى نعد عادي، يبقى 6 مش 1 ايه 1 بي، يبقى 6 بي. ما هو 1 ايه 1، ها 2 ايه 2، 3 بي 3 4 5 6، يبقى ده السادس في الجدول. لكن لو قال لك السادس في السلسله يبقى هنعد هنا 1 2 3 4 5 ده السادس. لكن هو هنا طلب السادس فين؟ في الجدول. في الجدول. يبقى 1A 1 2A 2 يبقى هنعد من هنا على طول، يبقى هتعتبره هو نفس الترقيم بتاعنا. يبقى بيتكلم عن 6B. طب هو عاوز ايه في السؤال؟ هو العمود السادس بينتهي بالصيغه العامه ايه؟ السادس اهو NS 1 N ناقص 1 دي 5. جيم. صح ولا لا؟ اللي بعده. رقم كام ده؟ 12.
مستوى الطاقة الفرعي الخارجي للعناصر الانتقالية الرئيسية. أولا الانتقالية الرئيسية آخرها إن إس من واحد لاتنين، إن ناقص واحد دي من واحد لعشرة، صح؟ معظم الناس هتقول لي آخر حاجة بتبقى دي، يبقى هو دي غلط. هو الرئيس الخارجي أجيبه منين؟ بصوا معايا في الحتة دي كده، ركزوا في الحتة دي. أنا بقول كي ال ام ان الفور اس حبايبي هنا في المستوى الرابع، والثري دي هنا، يبقى اللي بره فور اس ولا ثري دي؟ يبقى ان اس واحد او ان اس اتنين، يبقى الف. عشان كده يا جماعه قلنا العناصر الانتقاليه بتفقد الاول من الاس قبل الدي. اللي بعده يلا رقم كام؟ 13. بيقول ايه 13؟ عنصر من عناصر السلسله الاولى يقع في المجموعه 6 بي، بينتهي بالتوزيع، لسه قايلينه بقى، ها ان اس. حلو السؤال ده. اولا السلسله الاولى يبقى رقم الدوره كام؟ 4. يبقى ان بكام؟ ب 4. اكمل بقى. طب السلسله الاولى والمجموعه 6 بي، بص معايا السبوره، المجموعه 6 بي اهي والسلسله الاولى اللي هي دي، ان ب 4 صح؟ يبقى ان اس 1، ان ناقص 1 دي كام بقى؟ مش ال ان ب 4؟ 4 و 1 5، يبقى ان زائد 1. عندكم الكلام ده؟ يبقى جي. اقوله تاني، رقم الدوره كام؟ 4، يبقى ال ان ب 4. طب 4 اس 1 ماشي، ان ناقص 1 دي اللي هي 4 هتبقى 3 صح؟ يعني ان ناقص 1 دي كام بقى؟ دي 5. 6 بي يبقى دي 5. طب ال ان ب 4 يبقى 4 زائد 1 5. السؤال ده حلو على فكره. السؤال اللي بعده، ارجون 3D5 صح؟ ثانية واحدة بقى، بصوا معايا السبورة يلا، بصوا معايا السبورة، ها هو ام موجب كام؟ 4. ارجون 18 صح؟ 4S 0 3D كام؟ 5. رجع الأربعة كده، يبقى هنا 2 وهنا 7، يبقى 27 اللي هو الكوبالت. اللي بعده، حالنا أسئلة كتير زي دي زمان يا جماعة. اللي بعده رقم كام؟ 15. بيقول لي إذا كان إكس ناقص 2، دي خليها إكس ناقص 2 مش إكس أس سالب 2، إكس ناقص 2 يمثل رقم الدورة التي يبدأ عندها العناصر الانتقالية، هي العناصر الانتقالية بتبدأ من الدورة الرابعة، يبقى إكس ناقص 2 ب 4 تبقى الإكس ب 6 صح. وزع عندك عدد الذري 42، هتوزع معايا هتلاقي كريبتون 36، 5S 4D 42، هنا 36 1 وهنا 5. ليه يا مستر؟ 36 1 37 و5 42، يبقى في كام اوربيتال نصف ممتلئ؟ 6. ليه؟ عشان عنده واحد في الاس و5 في البي و5 قصدي في الدي، يبقى 6. السؤال اللي بعده، أي من الأيونات التالية أو الذرات التالية له التوزيع الإلكتروني؟ السؤال ده صايع، واللي حطه صايع. ليه؟ كل الناس هتبص على آخر حاجة، هتلاقي آخر حاجة عندك 3D كام؟ 3D 8، هتقول لك نيكل. هو عندك في 4S؟ يبقى هو نيكل. بصوا معايا، يبقى هو نيكل، شيل منه 4S بقى نيكل موجب 2. اقول تاني؟ حلو. تاني، هو نيكل اهو 4S 3D، هو ما عندكش 4S يبقى فقد ال 4S، يبقى اصبح نيكل موجب 2. اللي بعده، حلو السؤال ده قوي. الفانديوم بصوا على السبوره يلا معايا، موجب 3، بصوا هنا على السبوره، فانديوم موجب 3، موجب كام؟ 3. يعني يا مستر فناديوم موجب 3؟ يعني فقط 3، يبقى أصبح الفناديوم كده أهو أرجون 18 4S 0 3D، مش هو كان 2 3؟ يبقى أصبح هنا 2. مش هو كان 2 3؟ طب هو كده عنده كام واحد مفرد في الدي؟ 2. هو بيقول لي أي الأيونات التالية في نفس عدد الإلكترونات المفردة في الفناديوم موجب 3؟ هتقول لي الفانديوم موجب 3 في 2 مفرد،
اللي عندك يبقى فيه اتنين مفرد النيكل موجب اتنين. اشمعنى؟ عشان بص سيادتك ان اي موجب اتنين هيبقى كده 4s 0 3 دي 8 و 3 دي 8 يبقى عنده اتنين مفردين يبقى النيكل موجب اتنين. اللي بعده يلا. ها ملح اكس موجب اتنين يعني فاقد كام الكترون؟ وعنده 28 الكترون في الملح. لا في الايون. الايون نفسه عنده 28 الكترون وهو فاقد 2 يبقى في الاصل كان عنده 30 يبقى هو خاصين زد ان 30. اللي بعده حلو قوي ام موجب 1 جميل. كملي ثانية واحدة. آخر عنصر انتقالي بصوا على السبورة معايا مش اللي هو المجموعة 1 بي لأن التو بي غير انتقالي يبقى نحاس فضة ذهب. ها 5S0 4D10 صح. ليه بقى يا جماعة؟ لأن هو قال لي إما موجب واحد والمجموعة 1 بي لما بتبقى موجب واحد بيبقى الاس بصفر والدي بكام؟ ب 10. اللي بعده الإجابة باء صح يا جماعة؟ طب رقم كام؟ 21. أي العناصر التالية يكون مركب له خواص تشبه خواص حلوة قوي. طب الترزون بتعمل ايه؟ بتحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية صح؟ ها يبقى تيتانيوم. شفت السؤال الصايع ده؟ يبقى تيتانيوم. يتم لا مش بر المنهج. يتم على عمل سبيكة من التيتانيوم والألمونيوم بغرض ايه؟ هو احنا بنضيف التيتانيوم للالومنيوم ولا الالومنيوم للتيتانيوم؟ يبقى عشان نحسن خواص الالومنيوم. يبقى تحسين خواص الالومنيوم الاجابه باء. هو 18 احنا قلنا يا ابني 18 نيكل. ها نيكل موجب 2. 23 يا جماعه يلا. لا حلو بقى مع نفسكم يلا كل واحد يحسب عدد التأكسد ويحل. الإجابة ألف. هي أنت حسبت صح بس الإجابة كده مش باء. ابدأ بألف يلا. هي نفس على فكرة نفس الأرقام هتطلع معاكي. السي آر اكتب على السي آر عندك. طب سؤال 23 اكتب عندك على السي آر لما تيجي تحسب عدد التأكسد السي آر وفرصة اللي بيتنين كلها على بعضها صح؟ السي آر هتطلع معاك بموجب 6. ماشي احسب سي ار عندك موجب 6 اللي بعدها في في او 2 موجب 2 صح؟ بصوا معايا اهي في او 2 في فوق موجب كام؟ موجب 1. جميل لما تيجي تساوي ده كله بصفر مش الاوب سالب 2 يبقى الفي زائد سالب 2 في 2 بسالب 4 بتساوي موجب 1 سالب 4 تعدي هناك موجب 4 تبقى موجب 5 يبقى الفي موجب 5. اللي بعدها في ايه؟ تبقى تيتانيوم والاكسجين وبره موجب 2 تي اي. اهي او2 ولا او بس؟ موجب 2. اولا دي على بعضها كلها بموجب 2 صح؟ اهي موجب 2 التي اي مش عارفها زائد سالب 2 تعدي هناك بموجب 2 تعدي موجب 4 يبقى التي اي موجب 4. طب اللي بعدها ها؟ VO2 VO موجب 2 تطلع برضو الفي موجب 4 يبقى الإجابة أ صحيحة. هنجيب عدد التأكسد يا جماعة كل عنصر ده سؤال تانية سنة ومش تالتة ده. اللي بعده التركيب الإلكتروني لأيون الكوبالت في المركب ده حلو قوي. المركب ده اسمه متراكب. المتراكبات دي بتبقى حاجات مركبات داخلة في بعضها. بصوا كده معايا باختصار بصوا معايا بالله عليكم. عندكم اصلا كده كده NH3 ده مركب صح؟ طب CO NH3 by 6 دي كده على بعضها كأنها مش موجودة. NH3 على بعضها بزيرو اصلا. H2O برضو بزيرو. اي مركب متعادل يجيبوا لك في نص المركب كده اعرف ان هو بزيرو شيله. اصبح CO كده عليها كام؟ يبقى CO بموجب 2. طب هو عاوز ايه؟ التوزيع بتاع الكوبالت موجب 2 هتقوم واخد الكوبالت موجب ارجون 18 4s 0 3d 7 عندكم؟ ما انا عارف اللي بعده.
لما تلاقي في مركب في النص كده بصفر. ليه بقى؟ لان انت لما تيجي تحسبي سالب 3 وموجب 3 بصفر. يعني ايه لوحدهم؟ ما هو كده كده طالما اي مركب متعادل بصفر. اللي بعده هتبقى دال. صح. ليه بقى دال؟ لان بصوا كده في او اس او 4 اهو يا جماعه. بصوا معايا هنا في او اس او 4. اولا لو ركزت هنا الاس او 4 سالب 2 والاو سالب 2، سالب 2 وسالب 2 سالب 4، يبقى الفي موجب 4 عشان يبقى كله بصفر. اللي بعده صح، جميع مركباته الدي فارغ السكنديا. اي الايونات التاليه لديها اقصى عدد من الالكترونات المفرده؟ حديد موجب 3 هيفقد ايه؟ دي مش فارغ، هو عايز فارغ. الدي فارغ حديد موجب 3 يبقى 5 مفرد. حديد موجب 3 يبقى عنده 5 مفرد. 5 ايه؟ مفرد. الباقي بقى كمله انت مع نفسك في موديل انسر ورا، والباقي سهل نفس النمط. امسح يلا عشان نخش على اللي بعده. صورته يلا يا جماعه، صلوا بينا على الحبيب. بصوا يا جماعه الجزء بتاع الحديد، ايه الحديد وتفاعلات الحديد؟ اولا عشان نبدا الحديد احنا عندنا معادلات الحديد تنقسم لثلاث اقسام، معادلات خاصه بتفاعلات الحديد، ومعادلات خاصه باستخلاص الحديد اللي هي الافران، ومعادلات خاصه باكاسيد الحديد. طيب تعالوا نبدا كده بسم الله الشكل الاساسي بتاعنا اللي هو المركز بتاعهم كلهم. السنتر بتاعهم كان 2O3 اللي هو اسمه يلا معايا ها اكسيد حديد ثلاثي، والله يرضى على اهاليكم. موجب كام؟ وانت بتذاكر الكلام ده ما تمررش الكلام ده كده مرور الكرام، لا لازم تاخد بالك ان اكسيد حديد 3 كان اسمه هيماتايت. احمر داكن، احمر غامق. طيب مستر كان في اكسيد حديد تاني اف اي او اسمه اكسيد حديد ثنائي، واوعى تمرر الكلام ده برضو على دماغك كده وخلاص، لازم تركز عليه. اللي هو ايه؟ كان لونه اسود بس ده مسحوق. جميل. والحديد هنا موجب 2. طيب كان في اكسيد حديد مغناطيسي اللي هو المختلط اهو اللي هو اكسيد حديد مغناطيسي. اللي هو ايه يا جماعه؟ يلا مغناطيسي. اللي هو الاسود. طب ليه بنسمي ده الاسود؟ عشان ده موجود في الطبيعه اصلا كده في صوره اكسيد اسود، حجر اسود. طب موجب كام؟ موجب 2 وموجب 3. جميل حلو. لو سيادتك ركزت معايا ثواني، انا عاوز اربط ما بين الثلاثه. اولا الثلاث اكاسيد ما بيدوبوش في الميه، ما بيدوبوش فين؟ ده اسود ده اسود ده احمر. ماشي، لو انت سيادتك هتعمل كده، هتعمل كده، هو ده ايه ده؟ سهم رايح كده وسهم رايح كده صح؟ ماشي. السهم ده هنقول زائد نص O2، هنا برضو زائد نص O2. ايه ده؟ لو انت سخنت الاكسيد ده او الاكسيد ده في الهواء جامد ها هيحصل عملية اكسدة. هيحصل عملية ايه؟ مع التسخين يتحول لثلاثي. يبقى الثنائي يطلع ثلاثي والمغناطيسي يطلع ثلاثي اللي هو المختلط. ماشي؟ طيب لو انا عايز ارجع الثلاثي الثنائي او الثلاثي المغناطيسي اختزله، مش عكس الاكسدة اختزال، نقوم عاملين كده كده. بس دايما الاختزال بيبقى بالعافيه. الاكسده حاجه حلوه، عدد الاكسده بيزيد، العنصر بياخد اكسجين بيكبر. دي الاخت الصغننه زي ما قلنا زمان، ودي الوسطانيه ودي الكبيره، الصغير نفسه يكبر صح؟
لكن الكبير عشان تقول له اصغر صعوبه صح. فعشان ينزل بتختزله. نختزله يعني ايه؟ يعني نحط له سي او او اتش 2 اهو سي او او اتش 2 مش هتفرق معانا اي عامل مختزل. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق درجه الحراره. يعني ايه؟ هنا من 230 الى 300، هنا من 400 الى 700. يعني باختصار شديد، باختصار شديد، باختصار يا جماعه، لو انت سخنت واحده واحده كل ما درجه الحراره تزيد عدد التاكسد ده يقل شويه. بعد ما كان كل موجب 3 بقى في جزء 2 وجزء 3. سخن اكتر من 400 ل 700 يتحول كله ل 2. يعني يا مستر ده كده بقى لو انا اختزلته من 400 ل 700 كده من 400 ل 700 اهو زائد سي او او زائد اتش 2 مش هتفرق برضو معانا. بس عشان كتبنا لسه كاتب دي اتش 2 وكاتب دي اتش 2 فمش فارق وكاتب دي سي او. طب من كام لكام يا مستر؟ يلا قلنا من 400 الى كام؟ 700. طب مش دي عمليه اسمها اختزال؟ اسمها ايه يا جماعه؟ يلا. طب دي عمليه اسمها ايه؟ اختزال. على برضو. طب دي اسمها ايه؟ على برضو. يبقى اللي جوه اكسده اللي بره اختزال. ماشي حلو. المثلث ده مهم لازم يجي في الامتحان، مثلث رعب. نكمل مثلث بالسهم. ايه السهم بقى؟ سهم الحربه اهو اهو. شايفين المنظر ده كده؟ ده ايه ده يا مستر ده؟ بصوا حبايبي، لو انا اختزلت الهيماتايت عند درجات حراره مختلفه، عارفين الفرن العالي كنا بنقول عامل زي جهنم، كل ما تنزل لتحت تلاقي درجه الحراره بتزيد اكتر صح؟ فوق كانت لسه العمليه ها صهت، نزل تحت شويه بقى كام؟ 230 ل 300 تحول لده، نزل لتحت شويه ها بقى كام؟ 400 فوق ال 700 بقى اوبا زائد 3 سي او او زائد 3 سي او زائد 3 اتش تي 2. ده كان اسمه الفرن العالي وده فرن مين؟ عمكم مادريكس. العمليه هنا كان اسمها اختزال. وخلي بال سيادتك فوق 700 درجه. فوق كام؟ 700 درجه. اول ما نعدي ال 700 تلاقي كل الاكسجين اللي مع الحديد بخ وتحول الاكسيد الى حديد. اهو حديد محمر، شايفين اللون الاحمر؟ اهو. اهو ده اسمه يلا حديد مسخن لدرجه الاحمر. ماشي الله يرضى عليكم. الشكل ده مهم جدا. قبل ما اكمل ها هنربط ما بين الثلاث اكاسيد والحديد كده خلاص. خلي بالك ممكن في الامتحان يلعب بيك لعبه جميله يقوم عامل لك كده شك شك. شايفين الشكل ده؟ ها شكله حلو صح؟ زائد هنا يقول لك زائد هنا يلا ها زائد سي او هنا زائد سي او بس فوق 700 درجه. فوق كام يا جماعه؟ 700 درجه. عامل زي القنبله بالظبط صح؟ يبقى كل بص التلات اكاسيد فوق ال 700 يدوك حديد على طول. اهو ده فوق 700 حديد، ده فوق 700 حديد، ده فوق 700 حديد. اوبا الدنيا باظت صح. ومع ذلك حد عايز يصورها قبل ما امسح الحته دي؟ لا امسح الجزء اللي فوق ده كده. لا ما انا عشان هكمل خلاص. لا لازم يتمسح، لازم يتمسح، لازم يتمسح يا جماعه. طب مستر انا عايز افهم الحته دي اكتر. بص يا حاج، هو انا هنا ليه حاطط 3 سي او؟ عشان الموضوع بيتم على 3 خطوات اللي هم يلا واحده واحده كده، واحده واحده بس بالله عليكم.
Fe2O3 ادي اول سهم يتحول ل Fe3O4 كمان سهم Fe2O كمان سهم كم سهم دول ثلاثة بكم خطوة بثلاث خطوات هنا زائد CO اتحول لده هنا زائد CO اتحول لده هنا الله يا مستر ايه الفرق اقول لك انا هنا كان موجب ثلاثة فانت بتسخن لسه بشويش من 230 ل 300 يتحول لجزء منه لثنائي والجزء الثاني ثلاثي زي ما هو طب هنا من 400 الى 700 اتحول كله لثنائي هنا بقى فوق ال 700 لو انت جمعت الثلاث خطوات هيبقى سي او سي او سي او كام سي او 3 سي او يديني حديد على طول اللي هو ده مفهوم كده طيب مستر ده كده الشكل المختصر لليله دي جميل قوي جميل خالص تعالى بقى ناخد تفاعلات الحديد وخواصه الحديد في الحاله النقيه لين نسبيا ملوش استخدامات بيخش في صوره سبائك عشان ايه عشان ايه يا جماعه عشان يبقى كثير الاستخدام صح عشان يبقى ليه استخدامات عشان صلابته تبقى اعلى عشان خواصه تتعدل طب درجه انصهاره عاليه ولا واطيه عاليه جدا 1538 مص الجدل الكهرباء اه والحراره وكل حاجه طب ايه كمان ها باره ولا ضايه باره مركباته كلها باره صح ولا لا طيب تعال نخش هنا كده اول حاجه في تفاعلات الحديد لو انا قلت المعاليك 2O2 لو انا قلت حضرتك 4H2O لو انا قلت المعاليك 3Cl2 لو انا قلت لسيادتك اس ايه اللي راح يصير هون هنا هنسخن 500 درجة ماشي ده كده غاز الاكسجين بخار المية غاز الكلور كبريت الصلب معلش تاني ده اسمه ايه الهواء ده بخار ده غاز الكلور ده الكبريت الحديد لو انت سخنته في درجة في الهواء درجة حرارة 500 او درجة حرارة عالية هيتحول لايه؟ Fe3O4 اتحول لحاجة اسمها اكسيد حديد مغناطيسي لونه اولا اسود حصل له اكسدة وزنه زاد طب هنا Fe مع H2O هيدنا Fe3O4 نفس الوضع بس زائد 4H2 غاز هيدروجين نفس الكلام طب هنا كان بيديني FeCl3 اللي هو ايه ده يا مستر ده موجب 3 اسمه كلوريد حديد 3 ليه كلوريد حديد 3 مش كلوريد حديد 2 عشان ايه يلا عشان ده Cl2 عامل مؤكسد قوي مش عادي هنا فيس كبريتيد حديد كبريتيد ايه يا جماعه يلا ها كبريتيد حديد ثنائي طب دول الاربع تفاعلات اللي محتاجين حراره محتاجين تسخين في تفاعلات تانية مع الاحماض مع الحمض مع الحمض بقى بيختلف باختلاف نوع الحمض والحاله الفيزيائيه والحاله الايه يا حبايبي يلا يعني ايه الحاله الفيزيائيه يعني HCl H2SO4 مثلا لو انا قلت ده مخفف وده مخفف مخفف يعني يا حبايبي يلا ضايل ها اهو يعني هنا اكيو يعني هنا اكيو مش هنا الحديد الهيدروجين موجب الهيدروجين موجب هيقوم الحديد واخد الهيدروجين من قفاله ميه بره يديني FeCl2 زائد H2 طب مستر ليه طلع لي كلوريد حديد ثنائي وليس ثلاثي؟ قال لك عشان غاز الهيدروجين اللي طالع ده عامل مختزل فهو المفروض بيطلع ثلاثي يختزله لثنائي يختزله لايه؟ لثنائي طب هنا نفس الوضع هيديني FeSO4 زائد هيدروجين المفروض بيطلع ثلاثي بس قال لك الهيدروجين اللي طالع ده
نفس الوضع، عامل مختزل. عامل ايه؟ ده محلول مائي طبعا، اسمه كبريتات حديد ثنائي. طيب مع الحمض المركز وليكن حمض الكبريتيك، فاكرين معادلة الهيصة؟ معادلة الايه معلش؟ الهيصة. هنا بنكتب concentrated اهو ونسخن، هنا ليكويد مركز. ايه اللي هيحصل؟ قال لك اولا حمض الكبريتيك المركز ده بندخل منه 4 حمض. 4 ايه؟ الاربعة دول بيتفككوا لاربعة مية اهم، واربعة SO2، واربعة ايه؟ اهو، واتنين O2، واتنين ايه؟ عد كده، 4 في 8، 4 في 4 بكام؟ 16، ادي 4، و2 في 4 ب 8، و4 16، صح؟ 8 و4 12 و4 16. طب الاثنين او دول، الاثنين اوتو دول، يعني 4 او، بيروحوا الحديد يحولوه ل Fe3O4. تاني، ها؟ المركز بيحصل فيه يا جماعه يلا؟ بينحل، عشان هو عامل مؤكسد اصلا. لما ينحل يتحول ل H2O و SO2، نفذ الرائحة. الـ O2 ده يروح فين؟ يأكسد الحديد لمغناطيسي. طب مش المغناطيسي ده حبايبي ثنائي وثلاثي مع بعض؟ هيعمل ايه؟ قال لك هيروح يتفاعل مع الحمض بقى الجديد، ايه ده؟ مع 4 مية تاني، 4 حمض تاني. وتعالى تاني في الدور الايه؟ التحتاني، يبقى 4 H2SO4 تاني. طب مش هما تلاتة؟ واحدة منهم موجب 2 واثنين موجب 3، فيقوم مديك ايه؟ FeSO4 اللي هو الثنائي، Fe2SO4 باي 3 اللي هو ثلاثي. يعني كده اداني ثنائي وثلاثي. ليه يا ماستر؟ عشان هو اصلا المغناطيسي ثنائي وثلاثي. طيب كده SO4 و3SO4 4SO4 ولا لا؟ اللي هم 4 H2SO4. طب مش معاهم هيطلع 4 مية؟ فين الأربعة مية؟ أهم 4 مية كمان، 4 مية و4 مية 8 مية، يبقى أصبح هنا 8 مية و4 SO2 زي ما هم والكلام ده كله. يبقى أنا دخلت كم حمض؟ فاكرين الميكانيزم ده؟ قلنا الميكانيزم ده حمض كبريتيك مع حديد، يدينا ده وده وده، ده اسمه كبريتات حديد ثنائي. وده كبريتات حديد ثلاثي، وغاز نفاذ الرائحة يخضر لون ورقة مبللة بثاني كرومات البوتاسيوم. يخضر لون ورقة مبللة بثاني كرومات البوتاسيوم. لا التاني H2S. ماشي يا جماعة؟ فهمتوا بالله عليكم الميكانيزم؟ طيب لو أنا عايز أميز ما بين حمض الكبريتيك المخفف والمركز، حطه برادة حديد، هتتفاعل مع المخفف وتديني غاز هيدروجين يشتعل بفرقعة، هتتفاعل مع المركز وتطلع لي غاز نفاذ الرائحة يخضر لون ورقة مبللة في ثاني كرومات البوتاسيوم. طب لو انا عندي حمض نيتريك مركز، ايه اللي هيحصل يلا؟ لا يحدث تفاعل. ليه بقى مستر؟ هتقول لي بسبب ظاهرة الخمول. يعني ظاهرة الخمول يلا؟ اللي هي تكون طبقة من الأكسيد غير مسامية على سطح الفلز تمنع استمرار تفاعله مع الحمض. خلي بالكم مع حمض النيتريك المخفف بيتفاعل. مركز بيتفاعل؟ لا، المخفف بيتفاعل وبيدي نيترات حديد ثلاثي. نيترات حديد ايه؟ ثلاثي، ما بيطلعش هيدروجين عشان بيعمل مؤكسد قوي جدا، فبيأكسد الحديد الثنائي الثلاثي. ماشي؟ وبيطلع NO2. ماشي يا جماعه؟ خير ابو النيه حمراء، مش علينا المعادله دي بس تبقوا عارفينها. نعم. انا لسه ما دخلتش في دول. هو انا قلت هنا لما تكون حديد مغناطيسي فعل مع مركز ولا مخفف؟ لسه ما دخلتش هنا. طيب مستر احنا كده جبنا معادلات الحديد تقريبا كلها. حصل؟ طب فين الاكاسيد؟ الحديد
انا بتكلم على خواص الحديد. طب معادلات استخلاص الحديد من الخامات بتاعته، كنا بنقول فرن كنا بنقول فرن عالي فرن مدركس صح؟ العامل المختزل هنا اول اكسيد الكربون، هنا الغاز المائي ماشي. طيب كنا بنعمل تحميص، تحميص لايه؟ اول حاجه كان عندنا حاجه اسمها الليمونايت، حد فاكر ده كان اسمه يلا يا جماعه؟ اللي هو اسمه الكيميائي اكسيد حديد ثلاثي متهدرد، كنا بنسخن بشده فبنعمل عمليه تحميص، طبعا بينفصل منه بخار ميه اهو. هل عدد التاكسد بتاع الحديد هنا بيتغير ولا بيفضل زي ما هو؟ طب كان عندنا حاجه كمان بنحمصها، حد فاكر؟ ها السيدرايت اف اي سي او 3، ماده صلبه اسمه السيدرايت، اسمه يا جماعه يلا سيدرايت، كربونات حديد ثنائي اهو، الحديد ثنائي. ايه اللي هيحصل هنا؟ هنسخن ده بشده، لما بنسخن ده بنعمل عمليه اسمها عمليه تحميص، اسمها عمليه ايه؟ فبيتحول ده لما بينحل كربونات الحديد الثنائي بينحل الاف اي او وثاني اكسيد كربون ماشي؟ اف اي او في الهواء يتحول لثلاثي ماشي؟ الثلاثي نرميه في الفرن يديني حديد، يديني ايه يا جماعه يلا؟ اهو حديد ماشي. طيب التحميص بيبقى في الهواء، تسخين الخام بشده في الهواء عشان يتحول كله لايه؟ لهيماتايت. طب انا كده حمصت الليمونايت وحمصت الايه؟ طب لو حمصت الماجناتايت، مش ده اسمه ماجناتايت اللي هو الاسود؟ هيتحول لثلاثي، ما هو تسخينه في الهواء بشده هيتحول صح. طيب تفاعلات بقى الحاجات دي، الاكاسيد بكونها منين؟ اول حاجه احنا خدنا لكل اكسيد طريقتين تحضير وتفاعلات مع اتنين. طب الاكسيد الثنائي كنا بنحضره من اوكسالات حديد ثنائي، حد فاكرها؟ اسمه اوكسالات حديد ثنائي ماشي، هنسخنه بشده في الهواء ولا بمعزل؟ عشان تجيب ثنائي يبقى نو اير، بمعزل. بنسمي العمليه دي تقطير اتلافي، حد سمع عنها؟ مش قلناها قبل كده؟ بيحصل هنا عمليه انحلال فينحل الى اكسيدين اهو زائد اكسيد ثالث اللي هو فلز، يبقى بينحل اوكسالات الحديد الثنائي الى ثلاث اكاسيد، كم اكسيد؟ لكن السيدرات بنحل كم اكسيد؟ اثنين. طيب بنحضره منين كمان؟ من اختزال الاكاسيد الاعلى زي الثلاثي اهو والمغناطيسي اهو. طيب قول. طب هو اوكسالات حديد لو سخناه في الهواء الثلاثي؟ على طول اهو والله لو صبر القاتل، قلت بمعزل لو انت عايز ده بس، في الهواء يكمل كده. الاثنين دول سخنتهم بمعزل، حتى ده لو بمعزل يقفوا هنا، لو في الهواء يكملوا لحد هنا. فنركز في الحته دي، بيلعب عليها في الامتحان كتير، في الهواء ولا بمعزل عن الهواء. طب تفاعلاتهم، قال لك تفاعلات الثنائي بيتاكسد ولا لا؟ مع الاكسجين بيتاكسد. طب مع الحمض المخفف اتش 2SO4 ها دايل يا مستر، ده اكسيد قاعدي مع كبريت مع حمض كبريتيك، ده كده عمليه تعادل، حمض القاعده يدي ملح وميه تمام، هيديني ايه؟ اف اي اس او 4 زائد ميه، اسمه كبريتات حديد ثنائي، اسمه يا جماعه يلا؟ مجابتني ماشي. هنا بقى مع الثلاثي، الثلاثي ما بيتفاعلش مع المخفف، لكن الثنائي يتفاعل مع المخفف والمركز. تاني الثنائي يتفاعل مع الاثنين، مخفف ومركز.
لكن الثلاثي يتفاعل مع المركز بس. اهو مش فاكرين يا جماعة لما كنا بنقول كل ما بيزيد عدد تأكسد العنصر الانتقالي القاعدية بتاعته بتقل؟ لدرجة ان احنا ممكن نوصل لأكاسيد زي أكاسيد الكروم والمنجنيز بتبقى في الآخر في حالة التأكسد العالية بتبقى أكاسيد حامضية؟ صح ولا لأ؟ فاحنا هنا كل ما زاد عدد التأكسد القاعدية قلت، عشان كده بنقول ان أكسيد الثنائي ده قاعدي، ده أقل منه قاعدية، عشان كده بيحتاج حمض مركز بس. ماشي يا جماعة؟ ها؟ طيب هنا بقى FE مع S مع حمض الكبريتيك يدينا FE2 SO4 باي 3 ماشي زائد ميه. مستر العمليه هنا اسمها ايه؟ تعادل. SO4 سالب 2 مع ال FE موجب 3 اداني ايه؟ كبريتات حديد 3. لو انا عايز اميز ما بين اكسيد حديد 3 واكسيد حديد 2 حط حمض مخفف ولا مركز؟ مخفف. هيتفاعل مع الثنائي مش هيتفاعل مع الثلاثي. طب لو حطيت مركز هيتفاعل مع الاثنين. تمام؟ ماشي. طيب ده مع الحمض المخفف ولا المركز؟ مركز. طب هيديني ايه؟ بص يا حاج زائد H2SO4 مركز. هيديني يلا اف اي مش هو ثنائي وثلاثي يديني اف اي اس او 4 اف اي 2 اس او 4 باي 3 زائد ميه. ماشي يبقى هنا كبريتات حديد ثنائي كبريتات حديد ثلاثي وميه. ماشي العمليه هنا اسمها برضو ايه؟ تعادل. طب ليه ادى كل ده؟ عشان هو اكسيد مختلط. ماشي الثلاثي مع الحمض المركز بيدي ملح حديد 3. لو مع حمض الهيدروكلوريك المركز هنا HCl هيدي FeCl3 زائد ماي. طيب مستر مع الاكسجين هيعمل زيهم؟ لا. هيتاكسد فين؟ بيصعب اكسدته اصلا لان هو كده مستقر. طب هنا بقى بحضره منين؟ قال لك بص يا متعلم مهمه بغباوه الحته دي FeCO4 كبريتات حديد ثنائي اسمه ايه؟ ها؟ لازم يجي في الامتحان. لما بنسخنه بشده بنسخنه ايه؟ اهو بشده بيحصل عمليه انحلال ل FeO و SO3 ثم يتاكسد ال FeO الى Fe2O3. طب وال SO3 اللي طلع يتحول ل SO2 جزء منه. يبقى هنا برضو كبريتات حديد 2 لما بينحل الكام اكسيد؟ ثلاثة. يبقى انا عندي كام ملح بيتكون بينحل لثلاث اكاسيد ملحين. اوكزالات حديد ثنائي بينحل لثلاث اكاسيد. كبريتات حديد ثنائي بينحل لثلاث اكاسيد. مفهوم يا جماعه لحد هنا؟ ها؟ ماشي. السؤال المحترم للناس اللي بتفهم. الطريقه الثانيه اللي هي FeCl3 اي ملح حديد 3 مش شرط كلورين حديد 3 ممكن يكون كبريتات حديد 3 نيترات حديد 3 عفريتات حديد 3 المهم محلول فيه حديد 3 نحط عليه اي محلول قلوي. اي محلول ايه؟ ده محلول يا مستر؟ اه محلول. وده محلول؟ اه محلول. ده قلوي؟ اه قلوي. وده ملح حديد 3 اه هنشخن. جميل. اول قصدي هنخلطهم ببعض. هيحصل هنا ترصيب. هيحصل هنا ايه؟ لما يحصل ترصيب هنا ال FE موجب 3 ياخد ال OH سالب 1 يديني FeOH باي 3 زائد ال NA تاخد ال CL بس هنا 3 CL يبقى 3 NA 3 NA. يبقى بالبلدي بقى الحديد الثلاثي خد ال OH سالب 1 فاداني راس بني محمر. راس ايه يا جماعه؟ الله بني محمر. ناخده نسخنه فوق ال 200 فوق الكم؟ يدينا هيماتايت زائد ميه. يدينا ايه؟ هنا بيحصل عمليه اسمها عمليه انحلال. عمليه ايه؟ انحلال.
بكده لمينا معادلات الحديد كلها. ماشي ماشي يا جماعه، نبدا يلا نحل كده ونشوف حكايتنا ايه. صور صفحة كم؟ السؤال بيقول ايه؟ اي من الخواص الاتيه ليس صعوبا على حديد النقل. ا قابل للسحب بصوره اسلاك رفيعه درجه انصهاره منخفضه. يبقى د اللي بعده. يصبح اكثر ليونه. ارسل سؤال تاني. الحديد النقي يرد رمادي اللون عند تسخينه في الهواء لدرجه الاحمرار، يصبح اكثر ليونه. صح، ليه؟ لانه هنا هيتحول لاكسيد مغناطيسي اصلا. اللي بعده. بخار الماء على الحديد المسخن لدرجه الاحمرار، ماذا يحدث للحديد؟